ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا ليلى خليل لتضعنا في أجواء التظاهر وحجمها ومطالباتها. ليلى تفضلي، معك الكلمة. يعني داليا بالفعل بدأت الدعوة، هي مفترض أن تبدأ عند الساعة الثالثة، يعني بعد قليل من الآن، ولكن بدأ توافد المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية، البعض قادم من طرابلس، هناك قادمون من بيروت، من الجبل ومن الجنوب للمشاركة في هذه المظاهرة في ساحة الشهداء. كان هناك مطالب كثيرة وشعارات كثيرة للتظاهرة اليوم، وهذه التظاهرة بالتحديد اليوم كان عليها سجال كبير، أسبوع كامل من السجال والأخذ والرد والاتهامات المتبادلة، بعد ما كان هناك دعوة مجهولة المصدر، لم يعرف من قام بهذه الدعوة أو من دعا إلى هذا الشعار أو من حمل هذا الشعار، شعار سحب سلاح حزب الله ورفض الدويلة داخل الدولة، ما دفع بالكثيرين من مجموعات الحارات إلى إعلانهم عدم المشاركة في تظاهرة اليوم، على اعتبار أن الهدف الأساسي من تظاهراتهم منذ خروجهم منذ 17 تشرين أو 17 أكتوبر هي مطالب اجتماعية اقتصادية ضد السياسات المالية والنقدية التي أوصلت لبنان إلى ما أوصلت إليه. ولكن ذلك لا يعني أن هناك اليوم متظاهرون قادمون من مختلف المناطق اللبنانية الذين تكوينهم اليوم هذه الأزمة. طب ليلى، يعني فقط استوضح منك هذه التفصيلة، يعني هذا السجال خرج الآن، هذه التظاهرة لتؤكد على عودة المطالبات مرة أخرى بالاحتجاج على سياسة الحكومة والمطالبة بانتخابات مبكرة. صحيح، هناك كثيرون من نزلوا بسبب هذه الشعارات، يعني معظم من نزلوا اليوم هم يقولون أننا نرفض ما تقوم به الحكومة، الحكومة لم تقدم أي شيء، لم تقم بالإصلاحات، على العكس الانهيار المالي، نحن مستمرون بانهيار العملة اللبنانية، الليرة اللبنانية، والأسعار، الأمن الغذائي اليوم مهدد بالنسبة للبنانيين، القدرة الشرائية باتت معدومة، آلاف من اللبنانيين باتوا عاطلين عن العمل، وبالتالي هذا هو المطلب الأساسي الذي يؤكد عليه الكثيرون أنهم نزلوا من أجل الأوضاع الاقتصادية، وهم مستمرون بتظاهراتهم، وكل مرة سيكون هناك دعوات التظاهر سينزلون بغض النظر إذا كان هناك أحد من الأحزاب يحاول تسلق هذه التظاهرات كما فعلوا في الأشهر الماضية أو عندما بدأت تظاهرات 17 أكتوبر. شكرا جزيلا ليلى، سنبقى معك بكل تأكيد مع كل تطور. مراسلتنا من بيروت ليلى خليل.